فضيلة الشيخ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المديون الذي عليه دين، ولكن ذكر لي أحد الأخوة أنه في آخر عمره صلى على المديون، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لأنه كان في الأول عليه الصلاة والسلام قليلا ذات اليد ولا يمتد شفيه عند الأموال، لكن لما كثرت الأموال التي أشار الله إليها بقوله وعدكم الله مغانما كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه، لما كثرت الأموال عنده صار إذا قدم عليه الميت وعليه الدين التزم هو صلى الله عليه وسلم بقضاءه وصلى عليه. فيؤخذ من هذا أن الميت إذا خلف رهنا يكفي دينه أو ضمنه ضامن فإنه لا أثر لهذا الدين في ذمته. ومن ذلك ما هو الآن شائع كثيرا في مجتمعنا من الدين الذي يثبت على الإنسان بصندوق التنمية العقارية وهو مؤجل لسنوات عدة، فهؤلاء إذا ماتوا وقد أدوا ما حل في وقت في حياتهم فليس عليهم تبعه فيما بقي من الدين، لأن هذا الدين فيه رهن وهذا الرهن يكفي لأداء ما بقي من الدين. لا يصبح مدينا يعني؟ لا يصبح مدينا لأن الآن انتقل هذا البيت إلى الورثة.